صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الأحد 6 تشرين الأول. بحلقتنا لليوم تعويضات أهالي حي البقار بطرابلس على الوعد يا كمون. أطفال مخيم عين الحلوة ما رجعوا إلى مقاعد الدراسة. وطبعا الكتائب إلى الكورة مجددا وتكريم للإعلاميين. أما ضيفتنا لليوم فهي الممثلة اللبنانية وفاء طرباي لنحكي أكثر عن مسيرة طويلة بعالم الفن والتمثيل، ولكن البداية مثل العادة مع مصلحة الأرصاد الجوية. ومعنا لليوم أستاذ رشيد يوسف. صباح الخير أستاذ يوسف، يعطيك العافية. أهلا، صباح النور. اليوم شو الطقس؟ راي على برودة ولا رح تخف برودة الصبح والحرارة ترتفع؟ برود الصبح بتحسن دائما من الظهر تقريبا اليوم. نعم، قديه رح تكون الحرارة تقريبا؟ الحرارة رح تكون بالساحل بين 19 و29 درجة. نعم. فوق الجبال 11-18 درجة، الأرض 7-13، وفي الداخل من 12-23 درجة. نعم، إذا بدنا نحكي هيك سريعا على الأيام اللي جاية، رايحين على حرارة مرتفعة أكثر التنين؟ لا، تقريبا ثابتة. نفس الشيء. نعم. نفس الشيء. نحن بدنا نشكرك ونتمنى لك نهار حلو، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير جوال. صباح الخير إلي، كيفك؟ تمام. يوم الأحد فرصة، صحف قليلة بتصدر ببيروت، رح نعمل جولة على عناوينها بالإضافة أكيد مثل كل نهار أحد لجولة على عناوين المجلات السياسية الأسبوعية. إذن الأحد 6 تشرين الأول، بداية مع عناوين صحيفة الحياة. القنبلة النووية الإيرانية خلال عام، خامنئي يطالب روحاني بالحزم وينتقد دبلوماسية الهاتف مع أوباما. وقف تسليم أسلحة نوعية للجيش الحر كي لا تصل إلى الدولة الإسلامية وقتل وجرح في قرية ساحلية. جنيف 2 يتعثر والمعارضة تتمسك بتنحي الأسد. اليمن، الحوار الوطني يراوح مكانه. العراقيون يطالبون بإلغاء امتيازات المسؤولين. تعديلات لإصلاح التأمين الصحي مقابل رفع سقف الدين. أوباما يعرض على الكونغرس مساومة لإنهاء المهزلة. وختاما بالحياة، اعتقال نقيب الأطباء والحكومة مهددة بالإفلاس. السودان، توقعات بانشطار الحزب الوطني الحاكم. منتابع مع عناوين صحيفة المستقبل يلي كتبت اليوم: الائتلاف الوطني يشترط تنحي الأسد ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. تقدم للجيش الحر في جوبر ونساء وأطفال ضحايا قصف على المليحة، وبشار يعترف بارتكاب أخطاء. المصري يؤكد أن لبنان ملزم التمويل، وحوري ينبه ميقاتي على مخاطر التهرب. حصة لبنان في المحكمة دين مستحق. عندما يقمع وزراء القمصان السود حرية التعبير السينمائي. الببلاوي يدعو إلى الوحدة وإنهاء الانقسام، حشد وحشد مضاد اليوم في القاهرة. إسلاميو تونس يتعهدون ترك الحكم لتجاوز الأزمة السياسية. وختاما في المستقبل، خامنئي يرى أن جانبا من زيارة روحاني لنيويورك لم يكن في محله. أوباما أمام إيران عام أو أكثر لامتلاك قنبلة نووية. جولتنا بتتابع مع عناوين الشرق الأوسط. عدلي منصور، برقية خادم الحرمين قبل حلف اليمين، عبرت عن مشاعر المصريين. الرئيس المصري يؤكد في حوار مع الشرق الأوسط إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية. حسين العباسي للشرق الأوسط: التوصل إلى هذه الخطوة كان في غاية الصعوبة والتعقيد. الائتلاف الحاكم والمعارضة يوقعان خريطة طريق في تونس. الحر وداعش ينهيان خلافاتهما بحمص وريفها، والنظام يرفع أسعار الوقود. تسريبات عن اتفاق أمريكي روسي يمدد ولاية الأسد، وواشنطن تنفي. وختاما، المرشد الأعلى يصف بعض ما حدث في نيويورك بغير اللائق. منكون ختمنا مع الشرق الأوسط عناوين الصحف لننتقل إلى المجلات الأسبوعية السياسية، والبداية مع مجلة الأفكار. عناوينها الأسبوع: صرخة الهواجس لوزير الداخلية مروان شربل، أخشى أن نكون آخر حكومة ويكون الرئيس سليمان آخر رئيس جمهورية. وزير الخارجية السابق فارس بويز من باريس، وحده المرشح التوافقي يصلح لكرسي رئاسة الجمهورية. الأفكار تبحث عن جبهة النصرة في شبعة، لا وجود إطلاقا لهذه الجبهة، بل هناك 800 أسرة سورية نازحة من جبل الشيخ. هكذا تم تهريب عبد الحميد السراج من سجن المزة إلى القاهرة عبر غواصة في بحر بيروت. الأفكار مع أهالي عبارة الموت في إندونيسيا. هل يقول الرئيس روحاني لحزب الله دقت ساعة الانسحاب من سوريا؟
زيارة السنيورة لعين التيني خطوة أولى في مسيرة الألف ميل بين بر والمستقبل. قرطباوي يسعى إلى تشكيلات قضائية ضيقة بعدما جمدت التدخلات المناقلات الموسعة. ودائما في الأفكار، خلوة الكتائب تكرس تمايز الحزب ضمن 14 أذار، والاستحقاق الرئاسي يعزز الفتور مع القوات. هل أدخل الاتفاق على تشكيل الحكومة سلة التوافق على رئاسة وقانون الانتخابات؟ 28 لبنانيا من عكار فتحت لهم طريق الهجرة إلى السويد من تركيا فاختاروا طريق الموت. الوطن السوري داخل حقيبة في مطار بيروت، عائلات من أهل النظام السوري إلى مطار بيروت في سيارات فخمة. ختاما بصحيفة الأخبار، المشهد الاقتصادي في لبنان مؤلم ومحزن، ربات العائلات أوقفنا شراء الكماليات وحرصنا على الإنفاق بالمأكل والمشرب. من الأفكار إلى الأسبوع العربي، وأبرز ما كتبت بعناوين: لبنان في مستودع انتظار انقشاع الرؤية على المسرح الإقليمي. إبراهيم كنعان: من يعترف بمشكلة النازحين ولا يقفل الحدود يغطي جريمة بحق لبنان. فلسطين: الانتفاضة الثالثة تدق أبواب إسرائيل. انتفاضة دامية ظاهرها اقتصادي وجوهرها سياسي، ربيع سوداني متأخر يفكك نظام البشير. ماذا يحصل في السودان من عناوين صحيفة الأسبوع العربي أو مجلة الأسبوع العربي، وأيضا في عناوين: سليمان يحصد دعما دوليا وجولته الخليجية إلى موعد لاحق. سليمان يسعى لتثمير الدعم الدولي الكبير للبنان. لماذا صعدت 8 أذار لهجتها بعد نجاح الوفد اللبناني في نيويورك؟ لبنان كمساحة للصراع الإيراني الجهادي. العراق حرب مفتوحة مع الإرهاب. وختاما في الأسبوع العربي، وما زالت أراضي لبنان تسحب تباعا من تحت بساط المسيحيين. ختام جولتنا على المجلات السياسية مع الإبدو ماجازين، وبترجمة لعناوين هالأسبوع: المسرح الكبير، الشاهد الأخير على بيروت القديمة. إنياس دولاكروا أو إنياس الصليب، الهيبية التي أصبحت راهبة. الحكومة، العودة إلى نقطة الصفر. إيران، الولايات المتحدة، المغازلة بدأت. وبهالأسبوع ضمن الإبدو ماجازين مقابلات مع إبراهيم كنعان، طبعا محافظ الألقاب إبراهيم كنعان، مصباح الأحدب، وإيلان كونوي موري. وهيك بنكون وصلنا إلى ختام الجولة السياسية على العناوين بالصحف وأيضا بالمجلات الأسبوعية. أول فاصل إعلاني بحلقتنا، من بعده إلي بلاقيكم مع أبرز المواعيد الثقافية، خليكم معنا. جولة على أبرز المواعيد الثقافية والفنية رح أبدأها مع المسرح ومسرحية أليس من بطولة سوسن بوخالد وإخراج حسن بيضون. الليلة فيكن تتابعوا العرض الأخير لها المسرحية على مسرح دوار الشمس بمنطقة الطيونة، وعم نشوف بعض المشاهد من العرض. من المسرح رح انتقل للسينما بمهرجان بيروت الدولي للسينما. هالمهرجان هو بدورته 13 وبيستقبل 77 عمل لعدد من المخرجين من حول العالم. فيكن تتابعوا فيلم مروان قسيس بعنوان في خبر كان، اللي بيروي تأثير الإعلام على عائلة سورية نزحت إلى لبنان. في عرضين للفيلم اللي هو خارج المسابقة، ليلة الساعة 10 المساء وبكرة الساعة 8 المساء. رح نشوف كم مشهد من الفيلم. الله أكبر. عاد الثوار من هجماتهم على مواقع قوات النظام في دمشق وريفها، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام احتجاجية، وكان مسلحو المعارضة قد أغلقوا هذا المعبر، مما أدى إلى أزمة غذائية خانقة في حلب. إنهم تظاهر بالمسيحية لكن في بيوتهم كانوا. فيلم مدته 5 دقائق، ومثل ما قلت العروض الليلة الساعة 10 المساء وبكرة الساعة 8 المساء بسينما أبراج. مجنون يحكي هالمسرحية اللي انطلقت هالخميس مستمرة لمدة شهر على مسرح المدينة. مسرحية من بطولة ندى أبو فرحات، جابرييل يمين، ألين سلوم، أندري ناكوزي، إلي كمال وزياد الرحباني. الموسيقى لأسامة الخطيب والإخراج للينا الخوري. المسرحية عم تنعرض كل خميس، جمعة، سبت وأحد على خشبة مسرح المدينة. رح نشوف كمان مشاهد.
دراليان عرض جديد من سيرك دي سوليه بيوصل على بيروت وبيقدم عدد من العروض تبدا ب 10 الشهر وبتستمر ل 14 الشهر بالفوروم دو بيروت. هالعرض يلي صار حضره 7 ملايين من وقت انطلاقته بال 94 حول العالم بيوصل يعني ب 10 شهر. هنشوف كم مشهد. هشك بشك عرض آخر مستمر بنجاح ومستمر طوال هالشهر بمترو المدينة. هالخميس فيكن تتابعوه الساعة 10 المساء مع زياد الأحمدية، ياسمين فايد، لينا سحاب، رويديب ووسام دلاتي. هنشوف مقطع من هالعرض. أغنية من الزمن الجميل رح تنقلنا لكلمات أحمد فؤاد نجم وهي بعنوان مصر يما يا بهية. بس قبل بهمني أقول أنه أعلنت مؤسسة الأمير كلاوس للثقافة والتنمية هالتلاتة فوز الشاعر المصري الشعبي الكبير أحمد فؤاد نجم بجائزة المؤسسة الكبرى تقديراً لتأثيره بحياة المصريين على مدى 3 أجيال من خلال أشعاره يلي كتبت بالعامية وقدرت تحصد نجاح وانتشار كبير. رح يتم تسليمه الجائزة ب 10 كانون الأول ديسمبر. خلينا نسمع شوي من حديث أحمد فؤاد نجم. الأرض سمرة وأمرة وضفة ونهر ومراكب ورفاق مسيرة عسيرة وصورة حشد ومواكب في عيون صبية بهية عليها الكلمة والمعنى. مصر يما يا بهية يا ام طرحة وجلابية، الزمن شاب وانت شابة، هو رايح وانت جاية، جاية فوق الصعب ماشية، فات عليكي ليل ومية، واحتمالك هو هو وابتسامتك هي هي، تتحكي للصبح يصبح، بعد ليلة ومغربية تطلع الشمس تلاقيكي معجبانية وصبية. الليل جزائر جزائر. طبعا احنا اخترنا هالأغنية لليوم تكريما لهالشاعر المصري الكبير. هالأغنية اللي قدمها الشيخ إمام ولقت صدى كبير عند الشعب المصري. خلينا نسمع مقطع منها بصوت الشيخ إمام ونرجع. إذا رح نسمع بعد شوي مقطع من هالأغنية. بذكر أنه الشاعر أحمد فؤاد نجم بدأ بكتابة القصائد بالخمسينات وعرف بمصر الستينات. خلينا نسمع. صبية بهية عليها الكلمة والمعنى، مصر يما يا بهية يا ام طرحة وجلابية، الزمن شاب وانت شابه ورايح وانت جايه، مصر يما يا بهيه
يا ام طرحه وجلابيه الزمن شاب وانت شابه هو رايح وانت جايه جايه فوق الصعب ماشيه فات عليكي ليل وميه واحتمالك هو هو وابتسامتك هي هي. احمد فؤاد نجم ولاول مره شاعر مصري باللهجه العاميه بنال جائزه مؤسسه الامير كلاوس، وطبعا احنا عم نستعيد وحده من الاغنيات الجميله جدا يلي كتبها احمد فؤاد نجم، مصر يما يا بهيه، بصوت الشيخ امام. مثل ما كنت عم اقول انه بدا كتابه الشاعر احمد فؤاد نجم بالخمسينات وانتشرت قصائده بالستينات وعرفت بانها قصائد سياسيه نقديه مرتكزه على حس اجتماعي عميق تجاه الحريه والعداله الاجتماعيه، مما ادى لاعتقاله اكثر من مره بفتره حكم الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وانور السادات. واصبح احمد فؤاد نجم والشيخ امام من اهم عناصر الظواهر الشعريه السياسيه. وطبعا كانوا حاضرين بتظاهرات الطلبه بالجامعات المصريه مطلع السبعينات، واتسع نطاق شهرتهم ليشمل كافه يعني كافه بلدان العالم العربي. بنسمع بعد شوي من احمد فؤاد نجم. عمري الموج ما يطويها والشط باين ملاين عليها الشمس ضوافة إلك فينا ساعدنا لمهما الموجة تتعب. طبعا نحن بدنا نهني الشاعر المصري الكبير احمد فؤاد نجم باسم اخبار الصباح وباسم تلفزيون المستقبل، ونهني مصر بهالشخصيه المبدعه على الجائزه يلي تمنح له من مؤسسه الامير كلاوس الهولنديه. بس بدي اعطي فكره صغيره انه هو المصري الثاني يلي بيفوز بهالجائزه بعد الكاتب المسرحي لينين الرملي، وفاز ايضا بهالجائزه الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش والمفكر السوري صادق جلال العظم. رح نرجع ليومياتنا اللبنانية ومحطة ثابتة كل نهار أحد مع زميلتنا وردة يلي بتخبرنا أكثر عن حلقة اليوم على 8:30 عبر إذاعة الشرق. بذكر أنه ضيفتنا لليوم هي الفنانة الكبيرة وفاء طرباي، ومعها رح نعمل جولة على أبرز الإبداعات. طبعا هي من هالجيل يلي صنع فن التمثيل من خلال الشاشة الصغيرة، ورح نحكي أكثر خلال الحلقة. صباح الخير لزميلتنا وردة. صباح النور إلي وصباح الخير لجوال. صباح الخير دايما. أهلا وسهلا وأحلى صباح لأخبار الصباح. شكرا. أما عن المجالس بالأمانات اليوم فتساؤلات. أولا، هل سمعتم بدولة قائمة على الورق وستاند باي في شم الحبق؟ ثانيا، لبنان الدولة على الويتنج ليست إلى متى؟ ثالثا، كيف ممكن دولة تستبدل القانون بزق الصحون؟ وهل تصريف الأعمال أوفر تايم مدفوع والبلد موجوع؟ وأخيرا، ماذا يجمعنا بعد كلبنانيين في زمن تتحكم فيه لغة الدين؟ مع الباحثة دكتور منى فياض ومداخلي بكل أمانة لغريغوار حداد. إلى اللقاء إذاعة الشرق 8:30. إلى اللقاء، شكرا لك. نحن رح نتابع. أهلا وسهلا. نحن رح نتابع مع جوال ونعرف أكثر عن أحوال الطرقات. اليوم الأحد طبعا حركة سير خفيفة جدا على الطرقات. رح نعمل جولتنا المعتادة والبداية من جسر سليم سليم. أهم شيء رؤية واضحة من الكاميرا أنه ما في كتير عجقة على الطريق، أو بالأحرى ما في عجقة أبدا. نفس الشيء على تونيل البربير، عدد كتير قليل من السيارات عم بيقطع. ننتقل إلى أوتوستراد الزلقة كمان على الاتجاهين، حركة سير خفيفة جدا.
وبعد فيه ما بقى فيه رح ننتقل الى غرفة التحكم للمرور ببيروت مع المعاون اول الجهاد ابو زكي. صباح الخير. صباح النور جواد. كيفك؟ الحمد لله. اليوم الاحد نحن بنعرف انه بتكون حركة سير خفيفة جدا. نعم، اضافة على اللي ذكرتي حضرتك على المداخل الثلاثة اليوم عم بيشهد حركة طبيعية باتجاه بيروت. نعم. المدخل الشمالي على امتداد ومنجوني وصولا لبيروت الصيفي المسلكين الحركة طبيعية. ايضا السير القادم من الجبل باتجاه بيروت والسائل القادم من الجنوب خلدي باتجاه الأنفاق حركة طبيعية، وضمن العاصمة أيضا عم تشهد حركة سير طبيعية وما في عوائق على الطرقات. نعم، أي حوادث سير بين امبارح واليوم؟ للأسف نهار السبت ليلة السبت امبارح الحوادث مرتفعة، إحصاءات الحوادث مرتفعة خلال 24 ساعة. الحوادث التي نتج عنها أضرار مادية هي 14 حادث، نتج عنهم 3 وفيات و17 جريح. للأسف. طيب اي اعمال عم بتصير على الطرقات؟ يعني نحن بنعرف يمكن سبت احد الحركه خفيفه بس بكره التنين بدايه الاسبوع. بهالاثناء ما في اعمال غير الاعمال اللي معممين عنا سابقا، الاعمال اللي قائمه على جسر جوزيف شادر، هذا اللي بيجيب من برج حمود باتجاه الاشرفيه. نعم. عم يستبدلوا استبدال فواصل التمدد عليه مستمره. نعم. لشهرين، وبدات الاعمال من تاريخ 10/9 بعد شهرين لقدام. نعم، بس هي الاعمال بتبدا من 9/9. نعم، اي بعد مستمره يعني لغايه شهرين اعتبارا من 9/9. نعم، هذا كل شيء عن الاشغال كمان. شكرا لك معاون اول جهاد ابو زكي، يعطيك العافيه. اكيد بنحكيكم بكره، بيختلف الوضع طبعا بالمشاهد اللي شفناها من خلال الكاميرات على اساس الثانيه بيكون في عجقه سير، هذا شيء طبيعي. وفاء طرباي الممثله اللبنانيه هي ضيفتنا لليوم، طبعا مسيره طويله رح نجرب نختصرها ونحكي عنها باهم مراحل يلي مرقت فيها، اعمال مسرحيه وتمثيليه تلفزيونيه ما زالت مطبوعه ببالنا وادوار كثير حلوه لعبتها الممثله وفاء طرباي، رح نحكي عنها بالتفصيل خلال حلقتنا. هلا فاصل اعلاني، من بعده رح نرجع نتابع اخبار الصباح. بذكركم رح بيكون فاصل اعلاني شوي طويل. لا 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 مش طويل، طيب فاصل اعلاني عادي طبيعي ونرجع. اهلا بكم الى موجز الاخبار. يصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي حوالي 10:30 من هذا الصباح الناجون من كارثة غرق العبارة في إندونيسيا بعدما انطلقت أمس رحلتهم من مطار جاكرتا. أما جثامين الضحايا فسيتأخر وصولها بانتظار إنجاز إجراءات فحص الحمض النووي الDNA للتأكد من هويتها. ذكرت صحيفة المستقبل أنه تم العثور على قنبلة يدوية عند الساعة 1 من ليل أمس بالقرب من منزل رئيس بلدية برج العرب العكارية عارف شخيدم، هي الثالثة خلال 24 ساعة. أمنيا أيضا ألقى مجهولون قنبلة يدوية في شارع سوريا في باب التباني بطرابلس أعقبها إطلاق نار متقطع ولم يفد عن وقوع إصابات. كشفت مصادر لبنانية على اطلاع على تحركات حزب الله في سوريا لصحيفة الوطن السعودية أن الحزب يملك قواعد لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى تضاف إلى ترسانة كيميائية حصل عليها من نظام الأسد. وأكد عضو كتلة المستقبل النائب خالد الظاهر أن القواعد التي يملكها حزب الله لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى أشرف على بنائها الحرس الثوري الإيراني وبعضها يحمل رؤوسا كيميائية. وحدد الظاهر عددا من المواقع التي تحتضن تلك القواعد ومنها جنوب الهرمل، جرود صنين، المحادية لبعلبك ومناطق أخرى محادية لعكار بينها مواقع تحت الأرض. عشية دعوة التحالف المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى التظاهر اليوم للمطالبة بإسقاط ما يعتبره انقلابا عسكريا، دعا الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الشعب إلى النزول اليوم في كل شوارع وميادين مصر للاحتفال بالذكرى السنوية 40 لنصر أكتوبر على إسرائيل في عام 73. كما عرب الرئيس المؤقت عن تطلعه إلى حراك مجتمعي حقيقي بكل ما يتطلبه من مشاركة فعلة من كل أبناء الوطن، مشيرا إلى أن بلاده تكتب حاليا دستورها المعبر عن كل المصريين لا دستور فئة أو جماعة أو فصيلة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
منتابع أخبار صباح لليوم. اختصرت عكار بعبارة الموت انهيار الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي. هو إهمال المناطق النائية يلي أوقع الناس ضحية سماسرة الهجرة، وبعد كل مأساة إدانة وتصريح ودوائر مستنفرة. وعن جد لشو الحكي؟ تقرير. مأساة جديدة عم تنضاف لسجل المآسي والكوارث والتعتير وباقي المفردات يلي غالبا ما بترافق الحديث عن قضاء عكار. حلم الانتقال من العدم اللبناني إلى الحياة الكريمة بأستراليا تحول لجحيم لعدد كبير من أهالي عكار. سماسرة الهجرة الغير شرعية أبد وتمن كان عبارة عن جنى عمر الكتير من يلي سافروا على مركب الموت، أما الأحلام بالحياة الرغيدة تحولت لكوابيس وألم لكل أهالي عكار. عكار فيها تعتير، في فقر، الناس ما بدها تاكل، ما فيها تاكل أخيه. هذا اللي أهله بعيد لي اللي ماتوا الله يرحمنا هلا كلهم، هالي لولا ما بيشتغلوا بالحطب وبالإداخي ما فيني يعيشوا، ليش سافروا لبرا؟ كم واحد من عندن الله النعم عليهم وعمروا بيوتونيك، فكرة العالم كلها بدها تروح تلميله وترجع. هذا في فقير لمعتر ضحكوا عليه، لموا على كل شخص أخذ 10,000 دولار مجريمة. الجماعة عايفين أخليهم لو في شغل أشغلوا عميل عنهم ما روحوا وميتوا هوني من الفقر والشحور الأسود اللي هني روحوا لهوني. أي بعرف إيش حضرين عشية على التلفزيون، شي بيجني، شو بدنا نعمل؟ هاي كله متحمل مسؤولية الدولة. هلا الولد إذا منه متضيق بيروح محل، إذا ما معك مصوري فيك تعيش، يمكن يكون متدينين دينا الجماعة في غرق، يمكن يكون بيع عرضه. أنا لو معي أدفع بروح أسبيحه، والله بروح أسبيحه من هلا هوني. أنا مبكر لهلا حط تصليع على السيارة 20,000، هلا بطلع 20,000 بالنهار، أحو وسيت أيدي مأنشحو، لك ها؟ سيت أيدي مأنشحو، والشباب كلها بتعريف، عايفين السما تبعني. أول شيء بدك تسأل الدولة هذا السؤال، شو السبب اللي خليني هجره؟ يعني الدولة لو مأمنت لي معيشة حلوة، مأمنت لي دخل، مأمنت لي على القليل على التعليم والصحة، ما كان أخذ عائلته وأولاده وسافر فيهم. تصاريح رسمية وخطابات مستفزة استفاقت فجأة على الواقع المرير لأهالي عكار وحجم الكارثة. الرئيس مئاتي أوعز، وزير الخارجية تابع، وعدد من النواب تأسف، أما أهالي عكار فهيدا لسان حالهم. ما حدا مضطر يروح إلا من الجوع أو من الفقر أو ما معه طعمة أو ما معه يسجل بالمدارس أو ما هول اللي هربوا لحتى مشان لقمة العيش وهروبي عن دوسيا. هول لو شربين الأكل باللبناني بيطفشوا، خير شبابنا اللي ربط لحتى تخدم وطنها بعلمها طفشت على أوروبا عم تجلس تحوم بالمطاعم لحتى تعيش، هذا شيء عيب. بدنا نحن الدولة إنه بس تنتبه شوي لهالشعب الضعيف، لهالناس اللي عم تهج وبدون ما في إلا لشغل والعمل وبطالة كتيرة. قال له شو حاجك للمر؟ قال له الأمر. أوضاعنا متدنية لدرجة ما حدا بيتحملها. وإذا في شعب لبناني عنده ضمير وحر ما ينتخب حدا بناب من هالبوطة هيدي كليتها. هسا يمكن على اليأس نعملها كليتنا، كل واحد لبناني يترك بلده، يمكن فضل الانتحار عن القعدة هون، لأنه عم يستوطوا حياتنا كتير الدولة اللبنانية، وعم يستحكرونا بشكل، وعم يجوعونا كتير، يعني لأمتى بدنا نصبر؟ بيقول لك إنه روح سرق، لك أنا أوقات بيخطر ببالي بس يكون ما معي 10,000 طعمة ولادي، بيخطر ببالي إنه يعمل عملية انتحارية يروح أسرق بنك مثلاً، أو حدا معه مصاري أخطفه وأقتله. حلقتنا بالتابع. مع بدء الموسم الدراسي كتار من أولاد مخيم عين الحلوة ما رجعوا إلى مقاعد الدراسة بسبب الفقر والعوز، وطبعا حدث ولا حرج عن المناهج التعليمية والتربوية يلي ما زالت لليوم تقليدية وقديمة. تقرير من تابعه سوا. ما حبيت المدرسة كلها. شو عم اشتغل بالمحطة غسيل سيارات؟ الحمد لله عم بطلع مصروف، عم بطلع. ابصر يوم تكون بالمدرسه ما بحبها، بس طلعت منها حبيتها يعني، ونفسي ارجع عليها، بس ما بنصح الاولاد الثانيين ما يتركوا المدرسه.
السعيدي بيشبه حال العديد من أولاد المخيمات اللي تركوا مدارسهم ولجؤوا إلى العمل المبكر. وإذا كان الشقاء والظروف الصعبة بتلاحق سكان المخيمات، فالوضع التعليمي المزري داخل مخيم عين الحلوة بيتصدر سلم الشكاوي. وإذا كانت أبواب الموسم الدراسي قد فتحت، فهل فتحت أيضا آفاق التحسينات بالنواحي التعليمية لتجلب التلاميذ إلى صفوفها وتخفف من ظاهرة التسرب المدرسي؟ أصلا تركت المدرسة عشان أأمن مستقبلي، و45 واحد عندنا بالصف ومش عم نفهم مع بعض شيء، انه عجقه وما فيش نظام فيها. انا بالصف التاسع طالع كون هسه قطع بالثامن هلا، ابنه بضربه. كيف بدي اقول لك؟ مناش حلو اولاد، امراض بسقطوها، ما حلو. الدراسه بتضعف النظر. عندنا حفاظ عشان هيك هربت في 30 عصاي. انا هلا هربان من المدرسه، ماني مبسوط بالمدرسه. بمدارس عم توسع عدد طلاب زيادة عن ما هو المفروض يكون بالصف، عم بيكون في ما في وسائل اللي هي الجديدة المتطورة اللي هي تخلي التلميذ يقدر فعلا يستوعب المادة. التعليم صار أسوأ من أسوأ لأسوأ، حتى هون تحس إنه الإنجليش هون ضعيف كتير، فلازم لهم كورسات بالإنجليزي وبالفرنسي. إيه باللغة ضعاف. اسأل أي ولد مارق من هون صف السادس أو بالأول متوسط، قولي له واتس يور نيم، إذا برد عليك إيه بدي أسرع أبدي. عنا جهل، ما عنا تعليم، إحنا من خمس ست سنين ما عنا تعليم. لا تعليم مثل الناس، ولا عم بضبط الأولاد. مبارح أولادي بنتي راحوا مدميين لعندي. يمكن لو في بيني وبينك قصص كنا قرينا. مع النزوح السوري إلى لبنان زادت أعداد التلاميذ بالصفوف والمدارس، وإذا كانت ظاهرة الاقتزاز الطلابي ظاهرة قديمة، فمع وجود الطلاب السوريين بمدارس الفلسطينيين فالاقتزاز بتزايد. يمكن لو في بيني وبينك صلاة إن دعينا. دوام عندهم عم بياخدوا دوام بعد الظهر بعد ما يفلوا الطلاب اللي أساسيين بالمدرسة اللي هن بيدرسوا المنهج اللبناني، بيجوا الطلاب الوان. بس لكن عدد الحصص أو عدد ساعات التعليم غير كافية، بتعلموا بما مدته ساعتين والمواد الأساسية. إحنا السوريين دوامنا بعد الظهر، هن الصبح، يعني ما لقيت شيء تغير. هي مدارس الوكالة نفسها عنا بسوريا. في شوي إنه يعني لازم تدفع شوية مصاري، إنه هن عندهم هون أغلى من عنا. طبعا انبسطت كتير إنه ابني قبلوه. لو كان في طريق تودي شوي شوي كنا مشينا، أو كان في شي درب يوصل كنا لقينا. المدارس 50 طالب بالصف و60 طالب، كيف بده ياخذ حقه؟ احنا بنتمنى ما تطلع طلقه، لانه بس تطلع المدارس وتشوف 10,000 طالب طالعين، يعني اول قلق عائله، قلق على الطلاب. ما بتعرفي باي وقت بيصير اشكال امني او شيء، فاكيد هذا الشيء بشكل عائق عند الطفل، يعني بصير شيء نفسي عنده، يمكن يكون جاي مجهز حاله نفسيا انه بده يدرس او جو منيح للدراسه، ففجاه بيروح هالشيء كله. كان الشعب الفلسطيني قد فقد أرضه وحقه بالعيش السليم، إلى جانب فقدانه للعديد من حقوقه المدنية، بيبقى حقه بالتعليم حق أدنى، ولتأمين هالحق لحاجة للتحسينات التربوية والتعليمية كبيرة كتير لجيل أحلامه بتحرز هالتحسينات. بس أكبر أنا أحب أكون مهندس. أنا لما أكبر بحب أصير دكتور، بحب أطلع قاضي. أنا ابني تخرج من الجامعة وبعدي بالبيت 5 سنين ما اشتغل. شو السبب؟ لأنه إحنا كشعب فلسطيني محاصر بكل شيء. ننتقل إلى
إلى سؤال اليومي. خلال هالأسبوع طرحنا على ناس سؤال بيقول إذا كنت مذيع بنشرة الأخبار شو هو الخبر يلي بتحب تذيعه؟ خلينا نشوف الناس شو قالت. إن شاء الله يا رب يكون صباحكم خير وبركة، وأنا بتمنى أنه بلش نشرة الأخبار أنه يحل السلام مش بس بلبنان، بسوريا، بالعالم كله، ويكون الرب إيده مبارك الجميع. مساء الخير. شكلنا حكومة والبلد مش حاله، ما تعتلهم ضربة سوريا مش حتأثر على لبنان. اذهبوا من لبنان لأنه لبنان مش خارجكم. لبنان حلو، شعبه حلو، كلهم حلو، حلو بقى. لقد عم السلام في المنطقة الشرق الأوسط بالمحبة. مساء الخير. لقد وردنا اتصال خبر مفرح انه اكتشفوا دواء لمرض السرطان للأطفال. على فكرة نحن فتحنا مطعم لالا بالحمرة، شارع الحمرة، نطلب من كل العالم يتفضلوا لعنا وتصبحوا على خير. مساء الخير يا أعزائي مستمعين. عم يسرقني ربي، عم يسرقني، سرق لي صيغاتي وسرق لي الهوية. مساء الخير. بونسوار. أرفار وبونسوار بيقتلوا الأخبار وزيادة على الكل، ما في شي بينحكى، يعني شي حلو. أسعد الله صباحكم. ألو ألو سعادة النايب، الله معك. بونجور، كيفك سعادة النايب؟ شو قال بدكم تغلوا الدخان؟ نحن على الهوى معك ومنحب أنه جيب لنا الكهرباء. أمتين هاي الشغلة بدها تصير عيامنا ولا؟ إلى اللقاء في حلقة القادمة. هلكتيني فيها. صباح الخير. منخبركم خبر حلو، تألفت حكومة لبنان. ها؟ أسعد الله صباحكم. معكم مدام فاندا لحود. في خبر عاجل، اجتمعت الحكومة وقررت أعطاء الكبار بالسن ضمان الشيخوخة. أحلى خبر إنه التقيت فيكي. شو مدير فاشي بوشي قاعد بجوكون بريتيبي جانبي مريتو جيكوتو شندال. Thank you. ما بقول لا مساء الخير ولا شيء، بقول أنا المحبة وأنتوا حبوني وأنا بحبكم. بس خلاص. مساء الخير. صارت الساعة 6 وحمد لله على طول على الساعة 6 ما بينسونا أبدا بقطعة الكهرباء. بونجور. غائم جزئيا. أي غائم جزئيا؟ ملايكي كيف يا بنتي؟ يا ريت بنسمع شي خبر حلو، ما في إلا قتل وضرب وذبح. أنا اتصال من الخارج. إن شاء الله خير. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين. بطل في مشاكل بلبنان، بطل في وصار في مصاري، صار في بحبوحة، صار في أمن وسلام، وصار في ازدهار بلبنان. منروح ومنجي محل ما بدنا، الدنيا مفتوحة كلها على بعضها. تصبحون على خير. حتى 6 بأخبار الصباح وجولة على مختلف المناطق اللبنانية بكلمة اليوم. هاي القصة على ابن راح يسافر 5 شهر، راح يسافر راي على كندا. شو بيعمل؟ ليه؟ لأن معه أخذ نجح بالجامعة هون، كمبيوتر اتصالات، عارف كيف؟ كان يشتغل هون، معاش ما بيعطوا كندا، عطوه 10,000 دولار في الشهر. اي والله. قال لي بابا بس اجي ركز حالي بسوي حالي بروح. انا معي جرين كارت امريكاني. ايه عم بعلم هالولاد هون شو بدي اعمل. اخذته ما انا مجوز سنتين. الاولانيه اعطتني اياه، خيا طلب هجره اعطاني اياه، لان خيا متعلم كثير وبيشتغل بشركه طيران. قالوا بدي اروح على لبنان شوف اهلي. قالوا لا، مين بدك من اهلك؟ ما تروح، اجيب لك اياهم. في 4 أشهر عملوا لنا هجرة ورحنا. عدنا 3 سنين بأمريكا. أنا ما عجبتني رجعت. لأن عندي شغل وعندي رزق هون. إيه معلوم. Very nice English. أول عائلة هنيك. مستقرة. صار لها شي 30 سنة. هلا عائلة تانية اللي هن هون موجودين. عندي ابني حكيم مستشفى الحريري. حكيم طوارئ. الدكتور حسين. عرفتي كيف؟ الله يسلمك. بعد فوقي تحت اللي علمتهم. شو هيك علمتهم؟ كلهم خريجين ايوبي. ايه شو بنعمل؟ اول واحد بدي احكي لك قصه حياتي. بتفضحيني بعدين.
اول جواز رحت انا وياه وقعدنا هناك 3 سنين قعدت، قلت له ماشي ارجع، قلت ما بدي ارجع انا عجبتني هذيك البلاد، بدي اعلم اولادي يقعدوا هناك. لا بنت عرب نار لبنانيه تركتها وفلت، جيت هون 3 جوازات الله طعميني 5 شباب الله يسلمك كله علمتهم الحمد لله من ورا الملحمه. لا خلاص كفايه الله خلينا نجوز اولاد الله افضحينا بعد شو بدك جرسينا بعد. لا بس ابني ياخذ اقامه وظبط وضعه وروح برجع انا بفكر اجمع الشمل كله عرفتي كيف؟ لان كندا وامريكا جنب بعضهم، بعدين هو بمنظر منظر قريبي لمشيغن تتروي، كنت روح زياره انا روح واجي عرفتي كيف؟ بقى نجمع الشمل كله ان شاء الله. ايه كلمة اليوم بدي اجمع الشمل كله يعني هي التلفزيون. تابعين حلقتنا وبيشرفنا تكون ضيفتنا لليوم الممثلة اللبنانية الكبيرة وفاء طرباي اللي لها حضور بقلوب الناس وبذاكرتهم ذاكرة الفن الأحلى بعتقد. أهلا وسهلا فيك سيدي طرباي، بيشرفنا تكوني ضيفتنا لليوم. شرف لإلي. بونجور. بالوجوه النيرة حبيبة قلبي. ميرسي. أنا كتير كتير سعيدة اليوم أني أعمل هالصبحية ونطلع على الجمهور عبر شاشتكم، لأنه يعني حتى المستقبل ما بعرف ليه زعلين مني. ابدا بالعكس. لا مستقبل كمستقبل كله سوا. بقى بما فيهم فكرت شاشه. لا بدي انا اكسر التقليد لعب على الحكي. ايه مشان هيك بنحب نصبح على الجمهور ونقول لهم تفائلوا بالخير، وبعد كل ظلمه في شرقة شمس، ومن بعد كل ليل في نهار طلوع الضوء، ومن بعد كل نزلة في طلعة. في طلعة وهالطلعة طلعناها، لا بلشنا بالعد العكسي، بدنا نرجع نرتاح. مش عم ننظر ولا عم نبصر، بس كل شيء له نهاية، ما بيصح الا صحيح بالنتيجة. بس لا نحن ما بدنا نسمعك عم تحكي هيك. لا لا هيدا الوطن وطن غالي جدا حتى على ربنا السجود لاسمه. لأنه هو كونه باستمخ فيه من بعد ما خلق الكون كله باليوم السابع هيك قال استريح. لا طالع بيلي اعمل نماز حلوه. اجا هيك كوننا من هالعالم كله اللي هو خلقه ب6 ايام، خلق لبنان. حتى انسان لبنان مميز لدرجه بالتفاهات مميز، بالخلق والابداع مميز، بكل الاشياء بتلاقي عالم بقديسين ومميز بكل شيء، بكل شيء بتلاقيه برا هو سلطان. يا اختي كيف هون ما بيمشي على القانون وعلى العود، وهونيك قبل ما يطلع بالسياره بيكون حط السنتور، وكيف بيمشي على شو اسمه. بعدين كلهم بتلاقيهم رؤساء جمهوريات، بتلاقيهم باعلى المراكز وبيعملوا للوطن اللي هن عايشين فيه على أكمل وجه، وبيكونوا كتير بارعين ونشيطين وبيشرفوا العالم مش بس لبنان. إنما هون بلبنان حالتهم حالي. أنا هيك بطلب نروح الأردن يحل عليهم كلهم سوا، هي بالبداية بدي، وبعدين نسأل اللي بدك إياه. أوكي. إيه إنه يعملوا معروف يخلصونا يريحونا بقى من كل هالتفاهات، من كل الأفكار اللي عندهم النيرة واللي بدنا ياخذونا على الكواكب وعلى المريخ. بدنا نضل بلبنان هون بمناخه بطبيعته على بساطته، نحب بعضنا مثل ما كنا، ما عنا لا هيدا مسيحي ولا هيدا مسلم ولا هيدا. والله العظيم ما بعرف، نحن عشنا عمر انا وزملائي ما كنت اعرف انه هيدا شيعي وهيدا سني وهيدا درزي وهيدا كوتيلي وهيدا ماروني. هيدا لبنان العز، هيدا لبنان، وهيدا لبنان الهودي. انا لمستهم ليش عم بقولهم ومن حرقه قلب لما رحنا على أستراليا بالغابة بلا قانون مع أبونا فادي وعلى المسرح، طلعت فيهم هيك لك شعب بياخد العقل، يلحقونا من مطرح لمطرح ما يخلونا ننام
قلت لهم هيك بدي اياكم بلبنان، انا مش هون. شو ناقصكم انتم تكونوا هيك؟ بتحبوا بعض؟ قلبكم على بعض؟ بتساعدوا بعض؟ بتشتغلوا مع بعض؟ لك يا عمي طيب شو صاير؟ يشيلوا لنا بقى هودي إيه، بدنا منفخ ينفخهم يشيلهم من عقولهم من قلوبهم من شرايينهم. حاج الناس ما عارفه حالها كيف بدها تبج. نعم. ما في احترام لا للبي للام للاهل يعني كتير مسائل كتير. مسائل طويله رح نحكي عنها بالحلقه، بس بدي ارجع عنها شوي. ما فيش مجال، لانه اذا بدك تحكي انا بدي احكي ايه. بتاريخ وفن وما بعرف شو، لانه عمليتي انا مش عمليه بدومين واحد بفن تمثيلي محدود. انا ما في شيء ما عملته بكل صحيح. الاشياء اطر الفن بما فيهم الاخبار، جورنال بارلي وحده كانت باذاعه لبنان، كان صوت النساء الوحيد وفاء طرباي. اول مين عمل بث مباشر بالاذاعه اللبنانيه، اول مين عمل برامج الاطفال البرامج التربوي دبلجه قولي دبلجه بعدين طيب. انه هالاشياء كلها هيدي انعملت، حتى لقاءات مع دكاتره وندوات بالاذاعه. ما بعرف كيف كنت يعني 20 على 24 بانرجي عجيبه الشكل، بغرام لشغلي اللي عم بشتغله، وما معي سياره، بتنقل انا بالتاكسيات وبالسيرفيسات ومن محل لمحل، وبجي من التلفزيون حامله الهاند باك بحطه عند ال 16 بفوت على الاذاعه مشان جورنال بارلي، بلاقي الله يرحمهم اثنينهم إلي ظاهر وجوزيف غريب ناطريني كل واحد على باب، هيدا مشان تربوي، هيدا مشان ما في حلقه لبكره وفاء، يا عمي بعدني بلا اكل بليز هلا من وصلي، ما اوصل قبل الساعه 11 على البيت. هيدا كان شغلي. وبعدين اسست صوت لبنان والحمد لله اشتغلنا 5 سنين بدون مقابل، بس صار فينا اني حملت حلي وفليت. كان في قضيه اشتغلت بالقضيه، وبعدين ما عاد عيني للموضوع لانه ما عاد في قضيه؟ لا صار في فلوس وصار في اشياء بلا طعمه وصار في تكتكوت يعني. عم نحكي عن اي سنه؟ من اي سنه لاي سنه؟ ما تدخلني بالتواريخ وال طيب ما راح ندخلك بالتواريخ. انا بعرف انه احداث لبنان بلشت بال 73 مش بال 75. نعم هي تصحيح. ليش؟ لانه بلشت باول ضربه بين الجيش والسوريين بالفياضيه. انا ذاكره حي يعني هلا، بس استعرض الشريط لاني عشت الحاله كلها سوا، عشت الاحداث كلها، اكلي ازيف الله من القناص مقناص مع اللبنانيين والسوريين او الفلسطينيين؟ لا حبيبتي بوقتها كانت نعم مع السوريين. يعني نحن المسيره بعتقد استثنائيه اللي قطعت فيها ان كان بالاذاعه او بالتلفزيون. طبعا قد ما نحكي عن هالنجاحات الكبيره الوقت ما رح يساعد، بس رح نجرب ناخذ الشانتيونات مثل ما عم تقولي ست رباي، ونرجع لشهرزاد يلي سيطرت على شهريار بحلاها وذكاها لاوائل الستينات لايام البث التلفزيوني الاول بالشرق الاوسط، وتجربه كبيره ومهمه بلشت بشهرزاد تلفزيون لبنان بالبث المباشر. كان هو التلفزيون الوحيد بالشرق. نعم العجيبة الغريبة. شغلي كانت كتير حلوة، وانه انا عملت كومبين على الماما والبابا مشان قدرنا فتنا بالشغلة. ما كان بدهم؟ ما بدهم. انا بالمدرسة كانوا يعطوني ادوار وعلى طول اخذ دور الصبي. يه ليش؟ على المسرح، مسرحية اخر السنة. بدهم الظبط هيك اللي الحرق ايه ويحمل المسؤولية ويلعب ويشيطن وحنون ورح يعني هالاشياء هيدي البذرة يعطيني اياها الله، وانا صرت نميها، صرت اسقلها بينها. شفت كيف؟ ما حدا بيخلق استاذ، ونحن ما في دراسة مسرح ولا تلفزيون ولا عقد ما كان في شغف وحبيت هالشغلة. كانوا طالبين بتلفزيون لبنان بدهم يعملوا بوقتها بيلوت حلقه، وعملوها بالالوان سكام بتذكر الفرنسيين. بعد دخلت ناس بيأثروا على البابا والماما وحكيوهم بطريقه انه معلش اعطوها طيب الفرصه. بعدين مش رايحه على المسارح ومدري شو الليل والاخبار، رايحه شيء محترم يكون معهم
دكتوراه وبيتمنوا انه يروحوا يطلعوا على التلفزيون. المهم قلت لهم اعطوني هالفرصه بقدم هالتيست، نجحت بكمل، ما نجحت بقول لكم بوعدكم وعد انه هيدي السوسي بشيلها من بشيلها من راسي، خلصت القصه، بروح بعمل شيء ثاني. انت حطيتي لهم اياها براسهم. يعني بده يكون هيك، ما بعرف. بس كاول دور تلعبي فيه دور شهرزاد، يعني عادة اللي بده يبلش بالتمثيل بياخذ أدوار سنوية، أنت لا، شهرزاد سيطرت على شهريار، لعبت ساعتين وربع كنت عم تقولي لنا. لا هيدي كانت ساعة، ساعة على الهواء بشكل اللي كنت عم بقول لك عنهم، الساعتين وساعتين وربع التليفيلمات اللي اليوم بياخذوا شهر، احنا كنا نعملهم ساعتين وساعتين وربع على الهواء بالفصحى والأدب العالمي. شو قالوا لك أهلك وقت أخذتي دور شهرزاد؟ عجبهم عجبون. نعم. وبعدين كررت انه من اول اسبوع في اربع برامج صاروا مرافقيني انا، بوليسي وتاريخي وشو اسمه. نعم. بنفس الوقت مشيو؟ ايه ايه ايه، كل يوم ايه يوم لا، او يوم ايه يوم ايه، عندي انا برنامج على الهواء. نعم. من عشيه باخذ الدور بحفظه، ثاني يوم بطلع. هيدا يلي عم نشوفه شيء منهم؟ لا هيدا يلا تشوف. عم نمتحن ذاكرتك. تائه تائه تائه. اوكي، ظاهر التائه. مين كان معك بالعمل وقتها؟ محمود سعيد. محمود سعيد شفناه قبل شوي. نادي حمدي الله يرحمه. وهند طاهر. وهند طاهر ومحمد الكبي وصلاح. يعني مجموعة من الممثلين، مجموعة كبيرة من الممثلين. اليوم عم بيعيدوا بنت البواب على تلفزيون لبنان. أي. عم بيصير لك تشوفي كمان. يعني كتر خيره تلفزيون لبنان، معتر ودرويش ومحروق نفسه وحرقوه زيادة، لأنه الدولة ما بتحط إيدها بشيء إلا بتنزعه بتقشه. بعده عنده هالحسنة إنه لو كان عم بيعيد ويكرر كتير، يعني في برامج يمكن للمرة العشرين عم ينعادوا، بس الحمد لله انه الناس ما عم تنسينا، عم بتشوف هالأعمال الحلوة واللي كانت بكتير ميزانية ضئيلة وبمحدودية وبتلفزيون بقلب الديكور بقلب استوديو، ما نعمل القصر شو اسمه. طب في نص حلو، في ناس منسجمي مع بعضنا. انا بؤمن بالتيم، لما بتكون انت في كاست مظبوط كل واحد بمكانه، يمكن قلوب الادوار بعطيني دور انا ما بعرف شو، هلا يمكن ظلمت انا الدور، بس لو انعطى لغيري يمكن يعطيه احلى او يأديه بطريقه ثانيه ويكون. طيب من زمن الابيض والاسود، شو الدور اللي بتقولي انه هيدا الدور الناس ما رح تنساه بالابيض والاسود وقدمته وفاء طرباي؟ في كثير. في دور يعني التائه، هيدا التائه علم لانه كانت قلبي من الخيام والبدو. نعم. والاخبار والعرب الى التاريخ اللي هو بالقصور منيح، ومن الادب العالمي. يعني هاي من مرتفعات وذرينغ هايس لأميلي برانتي، واستاذ مروان العبد هو اللي عمل النص تبعه. بس هو النص كان احلى بكتير، انما لما انبعث للسعوديه في اشياء ممنوعات دينيا ممنوعه، يعني نبش القبر ممنوع لانه هو بيحملها وبيطلع فيها بيموت على الجبل، هي باخر شيء. وبالنسبه للعشق والغرام بده يكون ميت فيها وميت فيه، بس ما لهم ممنوع يمسك ايده او يعني هالشغلات هيدي كسرت القصه شوي، بس الحمد لله نحن قدرنا مع هيدا وكله يعني مرقناها. هلا الناس في اشياء كثير انا لمستها هيدي بالمغرب، بالمغرب اول مشوار اللي رحناه بمسرحيه طارق بن زياد وبناء الرباط كان احياء اسبوع الضرير، في شيء مرق هلا صوره لالي حلوين. ايه حلو. كمان هيدي التائه ولا لا؟ ايه هيدي التائه. من التائه نفس العرض. ايه كنت عم تخبرينا عن الجمهور بالمغرب. ايه احيانا اسبوع الضرير
شيء منه ما طبيعي. صدقني عيب واحد يحكي، انا ما بحب اني احكي وشوف حالي، لا، بس بشوف حالي بشغلي انه ممثله لبنانيه عم بتمثل لبنان، هي سفيره لبلدها، وهالقد جمهور المغرب بحبها قد جمهور لبنان واكثر، وبيركض وراك من محل لمحل. بفاس بتذكر انه بعد العرض ساعة ونص واقفين عم ناخد نحنا صور، نزلوني 6 مرات من السيارة، اخر شي سكروا الحسمه، راح يخزقوني تيابي، الشارع كله ما عاد فيه سير، وقف السير، يفتحوا السيارات خلوهم مفتوحين ويركضوا، نشمة نشمة، اللي بدهم امضيلهم على ايدهم على قميصهم على ما بعرف شغلي شغلي. وبفاس هيدي ما بتروح معي للقبر بخدها معي. لما نزلنا بمدينة فاس القديمة عم بيرشوا العطر بالقناني البرفانات الكبيرة، يرشون علينا ونشمة ونشمة، مش معقول أنا في حلم ولا في علم، يعني انقذوني انقذوني أنا موجود مظبوط. أوكي، إلى أن في 6 ختيارة تركض صدقا صدقا مثل كأن التيتا، راكدي راكدي وبتقلي نشمة أهلا فيكي في المغرب من فردك الثاني، يعني نشمة لن تموت نشمة لن تموت، وغمرتني تبوستي بدها تبوس لي إيدي، حبطت بوست، قلت استغفر الله يا ماما صفر بوست الأيد أنا، طلع فيها هيك عم تبكي عم تبكي جد، لحقيني بالطرفانات ما أخذت أنا يقولوا لي لا هون بدك تقبلي هيدي الشغلة، يعني شيء ما بيتخيله العقل. و9 ايام من عمري ماني نايمه 9 ساعات اف بالتكريمات مع الناس والتكريمات والجمهور. بتلاقي اختلف الوضع هلا؟ تغير ذوق المشاهد العربي؟ لا لا لا، رغم انه انا في فترات بعيده يعني انقطعت لانه ما عاد في اعمال، ايه، وبعدين صاروا روحوا علي عملين بياخذوا العقل، انا ناطرتهم ومتفق انا وياهم. و بدك تذكري شو هن العملين؟ ايه الخنساء مثلا، الخنساء هيدا كان لاني انا عامله بين الحقيقه والخيال، عامله الخنساء مراسي صخر اخوها، شافوا هيدي الحلقه وعلى اساسها تقرر انه وفاء ترابي بدها تلعب دور الخنساء، ودور 30 حلقه. شو رجع صار؟ وجبت ما وصلوا لي لا الرساله ولا الاتصال ولا منشان انا ما اترك من صوت لبنان وروح. ايه الله يرحمه ابراهيم الخوري هلا صار بدنيا الحق. هيدي الشغله انقهرت عليها. لما يخسروك؟ انقهرت عليها. طيب اوكي، بس انه ما كنا ببلاش هون، بدنا نروح نغير الجو نسترزق نجيب الليرتين. من العمل الثاني غير الخنساء؟ ليك ما بعرف شو عطيو اسم بعدين. العباد. كمان هيدا راح مني كإنتاج تنفيذي للكويت. وكلفت الأستاذ مروان نجار وكتب لي البيلوت قدامنا ووافقوا، وانكتب 4 حلقات. وبعدين انا كان عندي عمل عم بنفذه باليونان، والاتصالات بينهم يقولوا لي على راحتك ساعة اللي، وعلى اتصال مع بيروت مشان يأمنوا لي وكل شيء، محضرة الشنطة لسافر، اجي من اليونان تسافر على الكويت. ايه ما عاد كمل استاذ مروان، ما بعرف شو الصعوبات، بس في رساله مهضومه بعت لي اياها مع حلقه انه معلش صدقيني هالمره اني انا راح الغي كل الاشياء اللي هي ملبكه معي وباشر بتنفيذ وكفايه العمل. إيه للمره الاخيره بطلب منك انه هيدي صدق الشيطان هالمرة. طيب في خيبات كتير بالحياة وفي نجاحات وفي أعمال مش هالقد ناجحة، وأنا شايف بإيديك مسبحة وبرقبتك مسبحتين. ها
هو إلهم لأنه من الباب في وحدة، من لورد في وحدة، هو بيعنوا لي أنه أكثر ما وهي فيها الإماكيولي العذراء رافق الجميع. أنا على فكرة بصلي كل يوم ساعة ونص الصبح، وإذا ما بلشت نهاري بصلاة اليوم كمان لحقته لأني من الساعة 4:30. صلي المسبحة؟ بصلي أشياء وبعمل تسعويات. نعم. بذكر كل الزملاء، كل الأعمال، كل لبنان، كل اللي غابوا، كل المنسيين، بذكر كل العالم اللي هي مقطوعة ما حدا بيذكرها لهيك ولا هيك، وبطلب لهم وبتمنى إنه اللي مريض يساعده، واللي مظلوم يفك ظلامته، واللي مصدوم يوعي، واللي شر عشط وطاير بالمرة يهدي. وين اختبرت قوة الصلاة بحياتك؟ حدث أو أكتر، ولا هي عملية يومية أكتر؟ لك أحداث أنا صايرة معي. إذا بدي أحكي الأحداث واحدة، مرة هيك حطيت أنه أنا إذا بدي أعمل عن سفراتي أوف بطلع له 3-4 ساعات حكي بلا طعمة. إذا بدك تحكي كل شغلي أنا في عندي، إذا بدي أفتح تاخد وقت. في اختبار، ما في اختبار، أنا مع ربنا ما بختبره، هو بيختبرني. بس في إشياء ملموسة إنه أنا بتكل عليهم من كل قلبي وبسلمهم وحطوا إيدكم معي وكتفكم معي، وخصوصا بالحادث اللي صار باليونان. هيدا كان إتولي وربنا خلصني. 6 أمتار ضربتني السيارة فوق، ماشي الباص، أنا فوق الباص عم بصرخ يا عطرة إنه هلأ ما بعرف شو بني، بس بدي أنزل بنص الشارع والسيارة التانية تقطع كمبي. عليك كافتة أوكي، عم بصرخ يا عطرة أنا ابني، وبنزل وبطلع عبد المجيد عم بيصرخ ومارسيل مارينا في بنت قلبي. لو ما سمعوا الخبطة كانوا كمان انضربوا هني ماشيين قدامي أنا وراهم. المهم بيطلع أنا بدي أعطيهم المعنويات لما شفتهم هيك وسود، بدي أغبى ما غبيت، بسم لهم. سديت على حالي. أول أعجوبة إن وقفت الإشارة ما إجا سيارة، هاي أول وحدة. أوكي الثاني رحنا طلعت الكارانتينا، صوروا لي بس محل الضربة جنبي وقال هيدي هالتاش الكبيرة ما بيعرف شو في تحتها، المفروض 48 ساعة بالمراقبة. قال مشان هاي 48 ساعة بالمراقبة، بس ما بيصوروا الراس، ما بيصوروا الظهر، ما بيصوروا المعدة، انه هاي اوكي. بتطلع العملية، قلت لهم انا ما ببقى هون، كتير قليل لنروح نجيب شريف الاخوي الله يرحمه وكهران نيس كمان الله يرحمه الله صاحب استوديو، قلت لهم ما ببقى هون ولا ثانية. قال تطلعي على مسؤوليتك هنيك كمان بدك اوكي تمضي. مضيت وطلعت، حطوني على الشريف واخذوني، رحت قلت لهم او على مستشفى تاني مثل العالم او على بيروت، خلصت القصة. اخذوني على الاوتيل، اجا اقول ايش بدنا بالحديث كله سوا، وبيخلوني عند حكيم عظم اشهر واحد ضربتي الزهر وجبتي 14 كذا جرام ميراكل، ميرسي كتير، بس تعاطفوا مع بعضهم اليونان وقالوا انه بسيطة 4-5 أيام بيمشي الحال، ويجيبوني على الأوضة وجيبولي حكيم صحة ويطلعوا لي الأكل. أنا دغري وصل بياخد الكتاب تبع سانت ريتا طلع فيها هيك، قلت له أنت للأمور المستحيلة المستعصية عملي معروف، بدك تركزي لي الحفظ وبدك تقويني وتوقفيني، ما بعرف شو بني أنا هلأ، بس لا بدي أخرب بيت المنتج ولا بيت زملائي، أنا العمل بدي أعمله. وانت اصطفلي وحطيتها هيك، لا صليت الله ولا شيء، هيك عم تحكيها أنا وياها. ايه قلت لهم إذا بتريدوا تطلعوا لعندي مش تنتسلى، تطلعوا نعمل الحوارات. هيك صار 5 يوم أنا فت على استوديو. إيه كل يوم يطلع شيء، لما اجوا عم بيحكوا جورج غيار نشر عرضه للمخرج والمنتج، قال لهم المره مش عارفين شو بقى، اليوم عندها نزيف من معدتها ما بعرف شو، رقبتها ما فيها تحركها، طب كيف شكل هيدا؟ قال له سي جورج
روق حبيبي روق، انا العذراء ويسوع معي، وسانت ريتا هي بدها تشتغل، شو بدك فيهم انتو؟ خلصت القصة، لأنه دغري راح الكاتب لهونيك تيشوفوا شو بدهم يعملوا شو بدهم كذا، بعملوا اتصالات بين سوريا وبين لبنان، أي بنت تجي بطلة تاخذ دور وحدة شريرة رئيسة عصابة. هيك كنت؟ هيدا كان الدور؟ أي عمل هيدا كان؟ لارا والبحر. لارا والبحر ما ممكن حدا يعمله. وصدقا انا بس قلت لهم خمس يوم بدي خلص، وطلعنا بس فت على الاستوديو، صار يريحني كثير، اضاءه خففوها، وبس انا بدي اقوم بدي احط ايدي على الكرسي وشد واوقف واجري بالهواء، ما بقدر ادعس عليها وبدي اعرج، اوكي؟ وبدي امشي كيف هي وعندها شغل الله. بالريبيتيشن ماشي الحال، انه اعرج شوي اقعد موجوعة، لما تضوي الكاميرا صدقا انا بقوم وبقعد مثل الشيطان مثل الشيطان وبمشي وبعمل بركي لانه كان دورك شريرة وقتها. حتى بالزنزاني بيقول لي جورج بليز وفاء، انا هيدي الدرج الكبير ما رح تطلعي علي، انت بس بعوينتك بتعملي لها على شعراتها هيك وبتبرمي تصفي الكاب لورا وبتطلعي دعستين ثلاثة غيرك بيدعسون عشان ما تطلع وحدة هيك وحدة هيك طق طق وبقطع عليها هي. قلت له ايه انا على التصوير ما بني شيء، طلعت الدرج كله هني عم يسمعوا تك 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 يا عمي مين طالع لا وقفوا الكاميرا تعالوا نزلوني وينك يا عمي شو طب ست وفاء شو سرك؟ يعني اخذتي دور الحنونه المعطره الفقيره الشريره الام حتى دور الصبي انت وصغيره، شو السر؟ يعني عاده الممثل بينطبع بادوار معينه واذا زيح عنا بزيح شوي. هيدي ما الي فيها انا، ربنا عطيني هالخميره هيدي وحاطط فيي هالشيء، ولمن انا قلت له انا بدل ما كنت بدي اعمل راهبه و سير فيلومين ما قبلت، قال انه بعدني صغيره ب 12 سنه قرر اعمل راهبه، قالت لي يمكن تعملي راهبه بالحياه يا بنتي ويمكن تتجوزي وتعملي عائله مسيحيه مرتبه ومؤمنه وممكن انت باي اختصاص تعمليه تكون لك رساله فيه اكثر من رساله الراهبه اللي قايله الدنيا خيرها وشرها وقاعده مهضومه بالدير مهضومه كانت سير فيلومين الله يرحمه. ما على كل الاحوال انت اذا كان ب 18 19 ضلت هيدي الدعوه باب الدير مفتوح. بالفعل رحت هيك وبعدين صرت احضر افلام انا وصاحباتي ودغري شوف حالي انا محل البطله او البنت المظلومه او ما بعرف شو على الشاشه. ايه وقلهم تتخيلي حالك تخيلها محل اللي عم تحضريه واجي قل لهم لرفقاتي قريبا سأصبح نجمة لا رح تشوفوني على الشاشة الفضية. شو الشاشة الفضية؟ ما كنت بعرف الشاشة الفضية. طيب مين كنت تحبي من الممثلين يلي كنت تحضريهم بالبدايات؟ يعني مين كانوا نجماتك المفضلين؟ كتار كتير يعني حرام أظلم، بس أكتر شيء كانت فاتن حمامة. فاتن حمامة وصوفيا لورن. صوفيا لورن كان في اخذ النخبة يعني لا كان شكلي في شيء مني لا مزبوط شوي عيونك بس مش عيوني بس بأول طلعتي أنا كنت حلوة من شيء وبعدك بتجنن مثل القمر انعكاس ما تغيرتي ليك انعكاس للداخل أنا نظيف من جوا ما عندي زغل ما في شك بس بدي أسألك إنه بهالمجال يعني مجالات الفنون المفتوحة على احتمالات وخيارات تانية هالتقويات يلي عندك إياها هالحياة يلي فيها زهد وفيها صلاة وفيها تشبث بالإيمان يعني قد ايه بتصمد قد ايه واحد شو بيكملوا بعضهم ما في شيء بيلغي شيء ابدا بالعكس نحن اذا ما بدنا ننطلق من الصبح ليك يا الله نشكرك على هاليوم اللي اعطيتنا اياه وحط ايدك معنا وارادتك انت شو سيرنا شو لازم نعمل نحن مشان يشوفوك باعمالنا نكون نحن الصوره الصادقه نعيش بمحبة نعيش بإنسانية نعيش بكرامة نساعد الغير
مش لانه تيقولوا وفاء بتساعد او وفاء بتعمل او وفاء كذا، لا لا لا، مين وفاء؟ مشي ذره رملي، انا مشي هاي كل الامجاد اللي عاملينها والتروفيات اللي اخذينها. وليد يقبرني بيسالني بيقول لي ماما هو بيصرفوهم؟ طيب اوكي، انه الورده ما بتشبع بطيب منافس، شكرا للي عم بيكرمونا، وشكرا لكل الناس اللي هي بتقدر وبتحترم فننا الكبير والعظيم. وبشكر كل زملائي اللي غابوا قبل اللي بعدهم موجودين، بصلي لهم دايما، والموجودين انه يمشوا طريق هالجرجلي كمان بإيمان بمحبة وما يسترخصوا. بعدك بتشوفيهم؟ ايه اكيد بشوف وقت تلتقوا وقت في اللزوم او في بقدر اني، بس على تواصل. انا بشوف كل اعمال زملائي وبتلفلهم، اللي بعرفهم وما بعرفهم، حتى الجداد بيتفاجئوا انه وين اخذت الرقم وكيف اخذت، وشهد بمليون وست وفاء عم تحكي، اقول لك ايه ستك العذراء وفاء. ماما وفاء. شو عندك اولاد ست وفاء؟ وليد. وليد لا الله. بس وليد. ايه وهو عنده انطوان واندريا. وجوسلين كمان بعتبرها بنتي، يعني مرت وليد. خليك اياهم. هو شو بيشتغل مش بدومين وليد الفن. بالاعلام. وين؟ وليد طلع من ال 397 هون كبوا برا ال بي سي، هيدا الوفا 22 سنة. وليد الراعي بيتربط بال بي سي وما بيظهر، وقت اللي اجى اوفر لبرا زيادة عن منيح. نحن اشتغلنا الحمد لله، انطوان الله يرحمه، انطوان راعي زوجي هو اللي كان يعمل سياسي بالغربيل، هو اللي اسس لبنان الحر، هو اهم مذيع كان بالاذاعه اللبنانيه ورئيس قسم الاخبار، وصوته اهم صوت بالشرق كان. مش معقول هذا الانسان، استاذ ادب عربي. بيموت حبيبتي بجيبي مفخوطه وصباط مفخوط، وكتر العظمة هيك بيموت. لا لا، وابني على الطريق انه نحن ما بنعرف لا نحابي ولا نمسح جوخ ولا نستسلم لحبيبي ولا ندق ابواب. اي اي اي، بقى مشان هيك خلينا بكرامتنا. ست وفاء يعني الحكي معك بيطول وبيخرم على كل المواضيع. ايه بعرف بعرف. بين الارض والسماء. ايه بس بدي بس المساج صغير انه انا ادي الشربي العامل معي اعجيب، ريت تعملي معي اعجيب. انا شايفاني ادي الشربي من بعد 19 سنه معاناه من اثر الحادث اللي طلع لي شويه شوكولا وشويه ورد، كتر خيرهم هذا كل القصه. بعد 19 سنة أنا كل سنة بعمل ريبيتسيون، هو ب 21 أدار الساعة 11 وربع نهار عيد الأم صارت الحادثة. قبل بشي شهر ببلش ينزل دم من مناخيري وأعراض، ومرة عملت عيني ومرة إيدي وكربش وأمشي، علاج برزق شهر ونص شهرين، كلفني بين 2000 و 2500 دولار ومعاناة. بقى بهالسنة هيدي من بعد 19 سنة قلت له مرشربل بكرة 22 طالع على عندك، شو بدك تعمل؟ عمول معروف، أنا ما عندي إمكانية بقى لا مادية ولا معنوية ولا نفسية، خلص زهقت ما بقى بدي أعمل علاجات. أوكي أنتوا اصطفلوا، أنا طالع على عندك وفيكن بدكن الأمانة خدوها، بدكن تصححوني قادرين. وطلعت انا وصاحبتي تاني يوم، وبالفعل بكلام الجوهري كان عم بيصير انشد هيدا ربط هون مثل الحبله، وحسيت الدم وقف، عملت هيك وخلص ما بقى فيني اخذ نفس. وبلحظات قلت له يا رب اذا كنت من يعني ما قادره تمتم، حتى اذا هي ارادتك اجي لهون، اعطيتني تاجي لهون تاخذ روحي، ارادتك تكمل، انا هيدي شيء ما بستحقه. وبالفعل هيك صار، انفتح ونزل. يطولنا بعمرك والوقت انتهى. بعرف بعرف. وشكرا لحضورك معنا وعلى كل هالشهادات الحلوه، نحن بنكبر فيك، شكرا لحضورك. خلي لي اياها طول عمركم، وان شاء الله ان شاء الله خليكم متفائلين. اكيد انه بعد الضيق فرج. نحن ان شاء الله سيبقى.
أمين. نحن رح ننتقل سريعا عند زميلنا سلمان سري الدين. تفضل سلمان. صباح الخير إلي لجوال ولا ضيفتكم ست وفاء، ومنقول لها الله يطول بعمرك مثل ما أنتم ذكرتوا. يا حبيبي اليوم ضيفنا نائب السابق دكتور عبد الحميد بيضون، مبدئيا صار واصل. المواضيع هي اليوم بلبنان وصول الناجين من غرق العبارة الإندونيسية، هذا الموضوع وتداعياته لاحقا، موضوع المحكمة الدولية، موضوع الحكومة، الحكي عن الغاز والنفط مجددا، الخلاف أو الانتقادات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حول الملف النووي. عندنا وقت خلص الوقت بعرف. يلا هاي العيطة مش تقلي لازم تكون. شكرا لك سلمان، خلصنا. تحياتنا لك ست وفاء، شكرا لك. شكرا لك، شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. نحن بنشوفكم بكرة بحلقة جديدة، بنتمنى لكم أحد ممتع. باي باي.